هنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في صدور حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. نترقب مشاهدين الأعزاء وهكذا تعطى إشارة البدء والانطلاق. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم، أول أشواطنا الرئيسية، أول أشواطنا المفتوحة لأبناء القبائل، حيث شهدنا في اليوم الأول أشواط الإنتاج لهذا السن. فنهني الفائزين ونتمنى التوفيق للمشاركين في هذا اليوم. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول غزلان مع المركز الأول لمحمد بن حمد بن عتيق بن قريع. هناك جائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول ستيشن تيتانيوم بانتظار الفائز بالمركز الأول. ننتقل من غزلان من تحتل المركز الأول إلى المركز الثاني الدوحة لحمد بن سالم بن علي بن لنقح مع المركز الثاني. نقلة تالية إلى المركز الثالث، وصلت بيضة لمسفر بن علي بن سفران على المركز الثالث بيضة. دور المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم فيه هلا لسالم بن عبد الله العيدة على المركز الرابع هلا. تليها على المركز الخامس خبرة لمحمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة. حصل دخول وتسلل من شعار الإمبراطور اللي انتقل مباشرة إلى المركز الثالث أو الرابع، إلى المركز الرابع رغد لبخيت بن محمد بن علي البريدي. هذا هو شعار محمد بن علي بن قريع الملقب بالإمبراطور. المركز الخامس، المركز الخامس التقدم فيه من قبل خبرة لمحمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في أقوى أشواطنا الصباحية، حيث من المقرر اليوم وقررت اللجنة لهذا السن في صباح هذا اليوم إقامة 14 شوط، جميعها جوائز عينية قيمة سيارات رصدت للفائزين بالمراكز الأولى، إضافة إلى التسعيرة وغيرها من الأمور التي من شأنها أن ترفع معنوية المالك والمضمر. عموما الناموس غالي عند كل المشاركين، أهم شيء الناموس في نهاية الموسم في مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. الإمبراطور شعاره يتسلل يسيطر على مقدمة الشوط على المركز الأول من خلال تقدم رغد خيط بن محمد بن علي البريدي مع المركز الأول. تسيطر رغد على المقدمة 3 كيلومترات تفصلها عن خط النهاية، بينما الملاحقة من قبل الدوحة لحمد بن سالم بن علي بن حمد بن لنقح شعاره مع المركز الثاني. الله ارصد يا مخرجنا مثايل، ارصد لي مثايل، ركز لي عليها من تحتل المركز الثالث يا مخرجنا العزيز. هذه مثايل صاحبة نقاط في هذا الموسم، في هذا الموسم أعرفها جيدا، فائزة معنا بالشوط الرئيسي وبغيره من الأشواط. هذه مثايل على المركز الثالث من أقوى المرشحات اليوم لمحمد بن سعيد بالخزيمي العويسي، يقدم مثايل إذا كانت على مستواها المعتاد فإنها ستكون من أشرس المشاركات اليوم، ستكون من أشرس الحاضرات في هذا الشوط، من أقوى المدافعات عن النيسان بترول ستيشن من تحتل المركز الثاني. المركز الثالث هنا التقدم شقرة سالم بن ناصر بن محمد الشنجل، يقدم شقرة وهي شقرة بالفعل. هذا هو الشنجل راعي الطاير، من خطف الخنجر الفضي في الحقائق المفتوح. الشنجل حاضر اليوم، حاضر مع شقرة سالم بن ناصر بن محمد الشنجل، يقدم شقرة على المركز الثالث. المركز الرابع الدوحة لحمد بن سالم بن لنقح. المركز الخامس تتقدم هنا بشاير لسالم بن محمد بن بخيتة البحيح.
هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، العودة إلى شعارك الإمبراطور، إلى راعي رغد، إلى راعي رغد بخيت محمد بن علي البريدي بن قريع يقود هذا الشوط قيادة حكيمة، يسيطر تمام السيطرة، بينما شعار بالخزيمي ضيفة الميدان، أهالي السلطنة حاضرين اليوم، ذكرت بأنها من أقوى المرشحات وأشرسهم إن كانت على مستواها المعتود المعتاد. هذه في المركز الثاني 1500 متر. مشاهدين الأعزاء تفصلنا عن خط النهاية بالخزيمي وبن قريع وجها لوجه في هذا اليوم، في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان التحدي، حيث التحدي المعتاد. الله، انطلقت مثايل فائزة معنا، نقطتين في رصيدها، نقطة ما ذاقت الهزيمة منذ أن أتت إلى ميدان الشحانية، حيث قدمت من سلطنة عمان الشقيقة عانية ومتعنية إلى أرضية ميدان الشحانية. مرحبا يا بالخزيمي، حللت أهلا ما في بالحزيمي يتابع المركز الأول، حللت أهلا في أيضا مكانك وما بين أخوانك. المركز الثاني خطير أيضا، هذه خطير، الشنجل شقرة يقدم الشنجل والعصا في الإبطان، شقرة مع المركز الثاني سالم بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. الله، المركز الثالث تصل وتتقدم الوخذ لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. الله، هداف الرموز، جيبها في الجول يا هداف الرموز، هاتها في الجول. انطلق بالحزيمي ايضا شعار، هناك شعار خطير قادم وراه بالعين، نوف 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 نوف، علي بن محمد بن قطامي يقدم نوف، ولكن الشوط الاول الرئيسي مع اهالي السلطنه، مع المرشح الاقوى، عبر الى سلطنه عمان الشقيقه، عبر الى ميدان، الى ميدان مع بالحزيمي، وين ميدان بديه، الى اهالي بديه. اسعد الله صباحكم بكل خير، اهالي السلطنه يسيطرون على المركزين الاول والثاني، هل بديه وهل الابيض. سلام يا بديه، سلام سلام يا المرشح الاقوى، سلام، تهانينا. والناموس مالك مثايل تنتزع النيسان بترول لاستيشن، وسلام يا مثايل، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لمحمد بن سعيد بالحزيمي الصغير العويسي. المركز الثاني الوخذ لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. المركز الثالث نوف لعلي بن محمد بن سعود الفهيدة. المركز الرابع شقرة لسالم بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الخامس شواهين عبد الهادي بن زيد بن علي الشيبة. تهانينا والناموس لكل الفائزين، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. إذن تهانينا والناموس لمالك مثايل، ذكرت بأنها من أقوى المرشحات اليوم، وذلك لمعرفتنا بقدراتها. 7 دقائق 31 ثانية، 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مثايل محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي، وسلام يا هالبدية، سلام، واسعد الله صباحكم بكل خير يا أخواننا في سلطنة عمان الشقيقة. المركز الثاني وصلت الوخذ، قطعت المسافة الوخذ في 7 دقائق 32 ثانية، 74 جزء من الثانية، أيضا قادمة من السلطنة اللي احتلت المركز الثاني. تهانينا وناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، والتهاني لمالك الوخذ محمد بن سالم الوهيبي، وسلام يا هداف الرموز، سلام. المركز الثالث اللي وصلت نوف، قطعت المسافة في 7 دقائق 35 ثانية، 21 جزء من الثانية. التهاني وناموس لمالك نوف علي بن محمد بن سعود الفهيدة. تهانينا بن قطامي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.